النقد ما تيقبلوهش النقد البناء، يكون الصدر رحب لكن شي حاجة اللي غادي تهم المصلحة ديال البلاد. علاش لا؟ علاش أنا غادي يمكن أنا منشت سير رامي الدار ذاك المسائل الله يسامحه، شنو شت إنسان دار ذاك المسائل وفيها شوية الحقد، والحقد سيتولد عليه الانتقام، هو وزير العدل. إذن وزير العدل غادي يدير ذاك المسائل ودا غادي ينتقم مني، إما في التليفون إما في كذا، النيابة عنده هو اللي سيحكم الآن. إذن ما بالك ملي تمشي الأمور بهاد الكيفية هذه، ونعطيو مثلا صورة على المغرب خايبة. راه المسائل اللي حنا غاديين فيها الآن راه أنا تنقول الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ. إذن ملي درنا هاد المسائل هذه ناض هويا وتعنت، بعد ما ناض تعنت دار مسائل لا تليق بمسؤول عنده مسؤولية وعنده حقيبة اللي يمكن انتم شفتوا المغاربة كلهم كانوا تيقولوا ودي راه هذيك وزارة السيادة خاصها تكون عند السياسيين. أنا تنقول إلا بقات عند السياسيين بهذا الشكل هذا أو بهذه التصرفات هذه تيتصرفوا بها بعض السياسيين، لكن مع السياسيين اللي دازوا وكانوا في وزارة العدل وكانوا حكماء، دابا الآن ما بقاش الحكمة، شنو ولا؟ ربما غادي يولي الانتقام. إذن أنا طرحت هذه المسائل البارح بعد ما كانوا يجتمعوا بعض رؤساء الفرق، قلت لهم ودي حذاري، راه الآن راه حتى برلماني ما خصو يبقى يهضر، مشوا للجورنال وسدوا علينا ونسكتوا، لأن هذه المسائل باش تصرف هذا السيد المغاربة خصهم يديروا الملاحظة، ينتقدوني أنا لكن هذا من حقهم ينتقدوني. وفوق هذا الشيء يتكلم بعبارات اللي هي خطيرة خطيرة، ما عمر شي وزير قالها، أنه توجه لي وتيقول لي أنت فاسد، وقالها ثلاثة ولا أربعة المرات وقلت له الفاسد هو أنت. إذن ما خلاش واحد الاحترام. إذن مني غيتكلم هذا إنسان اللي عنده سلطة تيتكلم، ما بالك إذن حنا رحنا فتنا الأيام اللي كانت ديال البصري. غنعاود نأكد أنه هذه المسائل دابا والتصرفات راه أكثر من الأيام ديال البصري، وهما مشعل هذا كانوا هازين، هو كان هاز المشعل وتيهضر على انه خاص مثلا اشياء تبدل وخاص 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 وخاص، ولكن اخويا راه ما خاصك تكون قد فمك قد دراعك، وخاصك تحترم المؤسسات كما بغيتي تيقول لك احترم تحترم. اذا انت مني غادي توصل لهذا المستوى هذا الانتقام؟ علاش؟ لان انا خصم ديالك في الغرب شرار رضا بن حسن، عندك زميل ديالك سميتو الرباح، بغيتي مثلا توصل لك خبار اللي ماشي هي، او انا منافس قوي معاه. علاش؟ لان انت عندك وجهه نظر، انا عندي وجهه نظر، كل واحد عنده وجهه نظر ديالو، ومني عندي انا وجهه نظر ديالي غنحترم وجهه نظر ديالك كانت موضوعيه، وغيكون الاحترام متبادل بيناتنا، حنا خصوم سياسيين ماشي اعداء، وهما تيعتبروا الخصم عدو، وهذا اشكال. واش بغاو يديروا الحزب الوحيد؟ ما تنظنش انه السي بن كيران غادي يقبل هذه الممارسات بعد ما يشوف هذا الشريط هذا، ونتمنى يشوفه وينصف. اذا كنت خاطئ يجي امام البرلمان ويقول لهم راه السي ادريس الراضي خاطئ، ونقول له ودي هي انا خاطئ، ولكن اذا كان هو خاطئ يقول له ودي السي رميد راك خاطئ، بدل التصرفات ديالك،